احنا موجودين معاه دي معناه انه لجنه الدعم الفني والمتابعه المدنيه بتقوم بدور كبير جدا للحفاظ بقى على هذه المنظومه بشكل عام. مش اللجنة من ارشاد بس. من دعم فني، احنا هنتكلم عن اللجنه دلوقتي بس وبعدين هنتكلم عن الجهات الاخرى، بس خلينا نتكلم عن اللجنه في دورها المحوري في يعني ظل النهوض بهذه الخطوه. احنا بشكل مستمر كغرفه عمليات على مدار ال 24 ساعه مع كافه مربي الثروه الحيوانيه والداجنه لوجود اي استفسارات او اي مشاكل متعلقه بالعمليات الانتاجيه او غيرها، احنا موجودين معاهم بشكل مستمر. الزملاء موجودين كلجان دعم ومتابعه، يعني كل الدعم والمتابعه بتقدم من كافه العاملين بكافه الادارات على مستوى الجمهوريه، زائد ان في متابعه دوريه، ويمكن زي ما حضرتك عارفه ان في فترات الازمات نفسها او في الاعياد او في المناسبات او في غيرها بيبقى فيه طوارئ بالنسبه لنا كوزاره زراعه، بيبقى فيه مشكله زي اللي فاتت سواء كانت حمى قلعيه او ارتفاع في اسعار او غيرها، في طوارئ موجوده والعمل على حل المشكلات وتذليل العقبات وتقديم زي ما قلنا كافه اوجه الدعم الفني واللوجستي وتقديم الدعم الارشادي والتوعوي للمربي. احنا معاهم باستمرار زي ما قلنا، وما زلنا مستمرين لان ده دورنا اللي احنا هنتنينا مستمرين فيه باستمرار ان شاء الله.